سعيد جدا بهذا التتويج، هذا التتويج العالمي في بطولة العالم الأقوى في تاريخ رياضة القوى البدنية اللي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، وعرفت مشاركة أكثر من 1000 رياضي من 54 دولة. والحمد لله استطعنا طلعوا بوديوم وخا بعد 10 أشهر من التوقف بسبب الإصابة. كان أكبر حافز لي باش نصعد البوديوم هو الأهل ديالي أولا، الوطن ديالي، وكما كتعرفوا فأنا مقاتل كنمشي، خصني ما أمشيش غير باش نضرب دورة، خصني دائما نجيب بوديوم. الحمد لله ربي ما خيبناش. أكبر صعوبات هي العودة للتدريب، كانت صعبة جدا. كان الطاقم الطبي كيقول لي باقي ما وجدتش باش ترجع للتدريب، كنت كنبغي نرجع. كان عندي الطاقم الطبي هنايا في طنجة كنشكرهم، وفي إسبانيا في فوينخيرولا حتى هو كنشكرهم من هنايا، ساعدوا لي كثير باش قدرت نرجع في مور رمضان. كانت فقط 5 أسابيع ديال التحضيرات، وهي مدة صغيرة بزاف باش تحضر بطولة العالم، خصك على الأقل 12 أسابيع. والحمد لله ربي ما خيبناش. كما قلت هذه المشاركة كانت هي الأصعب والأضخم في تاريخ رياضة القوى البدنية. كانوا الإكراهات اللي هضرنا عليهم والإصابة والمرض. قبل ما نمشي ما كنتش متأكد بأن غنطلع البوديوم في الصراحة، في وسط البطولة ما كنتش متأكد. كنا قرابين لبعضنا، واحد ستابينا على البوديوم، ولكن في آخر محاولة قررت في المخ ديالي وكل شيء في المخ، قررت بأنني غنطلع البوديوم وربي ما خيبش.